الاختبارات ماشيه في النسق المظبوط، ان شاء الله عندنا اعاده للناس المتميزين اللي احنا اخترناهم يوم 25 ان شاء الله، هنخلصهم في 5 ايام وكده يبقى انتهينا على اول الشهر ندخل الاختبارات. جات لعيبه كويسه للاختبارات في الناشئين؟ والله مش بطلين بس مجموعه قليله. مجموعه قليله؟ مجموعه قليله. تمام، انتوا شغالين الاعداد؟ احنا شغالين الاعداد قبل الاختبارات، الاعداد الصبح والاختبارات بعديها الاختبارات على طول. ان شاء الله الاختبارات هتنتهي واحد اول الشهر.